خدامة يا علي، اوعي توافقي، انتي كده احسن. يعني احسن في ايه؟ ما انتي كده كده بتبوسي الايدين والرجلين كمان. مش احسن من الاشكال اللي بتتعاملي معاها؟ مش احسن من سامية مروحة واشكالها؟ يا رب، انا مش عايزة غير اني محتاجش لحد، مش عايزة في يوم من الايام همد ايدي لحد. يا رب اديني على قد ما انا محتاجة، لا اكتر ولا اقل. يا رب ما تروحكنيش لحد ابدا ولا تحرج حد ليا. يا رب اديني على قد علاج امي وعلى قد اللقمة اللي انا هاكلها. الو، ايوه يا استاذ سمير. شغلك هتستلميه من بكره، اوعي تاخري، انا ما بحبش اللي اثق فيه ياخد ثقتي. حاضر حاضر. الله عليكي كده، انا احبك. انا بس كنت بجربه. يا حبيبتي جربي، انا وانتي ممكن نعمل اللي محدش عمله، ممكن نقلب الدنيا دي كلها. انتي جميلة وجميلة قوي، وده اهم مؤهل عشان تشتغلي في شركة زي اللي انا فيها بالظبط. بس فتحي مش هيرضى. فتحي مين؟ هو كان اشتراكي يا حبيبتي، ما تعيشي بقى. تعرفي انا النهاردة بقيت ايه بالظبط؟ ايه؟ بقيت انا صاحب الشركة زي بعض بالظبط. عمل لي توكيل عشان هو مسافر، عشان اباشر اعمال الشركه وهو مش موجود. يعني انا بقيت رقم واحد في الشركه دي، وانا بصراحه كده مش ناويه اسيبه يطلع من ايدي. تعرفي في واحد صاحبه كده زي القمر، اسمه عمر، مش عارفه بصراحه هو شريكه او بيشتغل معاه، بس انا ممكن اقول له ان انا عندي واحده احسن مني، وانها بصراحه بتشتغل شغل بعشرة زيي. ايه رايك؟ انا مش فاهم انت ليه قاعده متكدره وخايفه كده يا رجل. هو انا خاطفك ولا متكدره ولا خايفه؟ واحنا اول مره ننزل مع بعض. لا انا بس يعني في سؤال كده محيرني. هو انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تبقي كويسه. ايوه، ليه بقى عايز نبقى كويسه؟ ايه السبب؟ الشغلانه دي والنبي عشان خاطري يا سلام، عشان خاطري. طب افكر. فكرت انت موافق؟ موافق، قول ان انت موافق عشان خاطري يا بنت. بطلي زن. ايه الزن اللي انت كده؟ والنبي بقى انا جاي اقعد اسمع النكد ده، ولا جاي عشان نقعد نفضفض ونحكي سوا؟ اصل انا متضايقه قوي يا تميمه، كنت فاكره ان ربنا تاب عليا بقى خلاص وهتوظف. طب ما اديكي اتوظفتي اهو، وهتاخدي 2000 جنيه في الشهر. يعني اتوظفتي وخلاص، مش بدل الخدمه في البيوت واللف هنا وهنا؟ والله عندك حق، لا كده نافع ولا كده نافع. بس انت قلتي كلمه حكمه، احنا بنحب النكد. نكد؟ هو انت شفتي نكد؟ تعالي شوفي النكد اللي على اصوله، وانا عايشه مع جابر والمعفنه اللي هو انيها دي. قولي لي صحيح، انت عامله ايه مع الحاجه فتحيه؟ كويسين معاكي؟ قال لك كويسين يا عاليه، دول احسن ناس في الدنيا والنبي،
ولا الاستاذ امين؟ ايه قمر ايه بت انت بتبصبصيله؟ ابصبص له وماله؟ اهو الواحده حتى تبقى شافت صنف رجاله كده حلو وجميل، مش العفنه اللي انا عايشه معاها. طب تصدقي يا بنتي عاليه، الاستاذ امير ده بيشف ويرف كده من النظافه، ولا سنانه بيضة ونظيفه. انت عارفه ده بيعمل سنانه بالفرشه مره الصبح ومره بالليل. وانت تعملي ايه بسنانه خايبه انت؟ اللي هعمل ايه؟ اسكتي يا عاليه، الدنيا عند الناس دي واسعه وحلوه وبراح كده فيها امل. شيخ زياد يا سلام على طيبته، وحاجه فتحيه هي دقرومه شويه بس مفيش اطيب منها ولا احن منها، ولا الاستاذ امير؟ يا حلاوتك يا استاذ امير. انما قولي لي يا علي، هو يعني استاذ امير ده ممكن يتجوز واحده كده من الحاره؟ وانا شعرفني يتجوز من بره الحاره ولا من جوه الحاره؟ هو حر. صح، هو حر يتجوز زي ما هو عايز، ده يتجوز احلى واحسن واحده في العالم. يا بخت اللي هتتجوزه. ايه يا ليلى؟ 100 مره اتصل بيكي عشان تيجي. معلش حضرتك، انا اسفه حضرتك، عارف ظروفي، وبعدين انا بصراحه بقى ماليش في جو السهر والحاجات دي يا مراد بيه. مراد بيه ايه بس؟ انت خليتي فيها مراد بيه. وبعدين بصراحه بقى مراد بيه دي دمها تقيل. انا عايزك تقولي لي يا مراد، ولا اقول لك قولي لي يا مرمر. الله، ضحكتك حلوه قوي. مرمر ايه بس حضرتك؟ معلش بقى كفايه على حضرتك السنيوره. وانت خسرانه ايه يا بنت؟ تعالي هنهيص سوا شويه. طب علي الطلاق من منى، لا تيجي معايا. ايه رايك بقى؟ انا عايزك تيجي معايا، عايز ادخل المكان كده وانا معايا اجمل موزتين في الدنيا. موزتين؟ خليهم يحسدوني. يا حسره، هيحسدوا حضرتك على ايه بس؟ تعالي لا لا تعالي يا مراد بيه. ايه رايك بقى في الفستان ده؟ هيبقى حلو عليكي قوي. ده فستان ولا قميص نو؟ فستان طبعا. استنى انا بقى، انت بره يا بيبي. لازم يعني؟ زهقت بقى. وانت خسرانه ايه يا بت؟ انا عايزه اروح. ما تخافيش، زي ما بقول لك وزي ما هو قال لك، هو عاوز يتبسط وبس. وانا مش جايه بسيته، انا بعمل كل ده عشان احافظ على لقمه عيشي. هيديكي قد اللي بتاخديه في الجاليري مليون مرة. انت عارفة خروجة زي دي انا واخدة فيها قد ايه؟ قد ايه؟ 2000 جنيه. ايه؟ يخرب بيتك ليه؟ بتشتغلي في الفعل؟ فعل ايه يا بت؟ هي سهرة وهتعدي، هتخسري ايه يعني؟ لا ولو قولي لي. يا سلام يا باشا، يا سلام. بص بقى، انتوا اللي تحسدوا والله العظيم بجد، عصافير كناريه والله العظيم. يا باشا انت حظك نار صراحه، ربنا يعني يكرمك. حلو. يا سلام يا سلام والله العظيم، ربنا يسعدكم دايما كده على طول، ونفضحك دايما يا باشا. الايق عليك والله يا باشا، زي ما تكون وحدتنا اسهل في المصنع على والله العظيم. اه يا دوحه. مراد بيه حبيبي الكل. ايه البروجرام ايه النهارده؟ طيبين قوي انتوا يا باشا والله. انا عايز حاجه جديده النهارده. من عينيا. في حاجه؟ بس ثانيه وراجعلك. ايه في ايه؟ ايه اللي جابك هنا يا بنت؟ انت ايه اللي جابك انت اللي هنا؟ وانت مالك انت ان شاء الله كوبا بيع بانجو. يلا امشي من هنا بدل ما اكسر لك دماغك، احسن معاكي بعدين. ها؟ في ايه يا ابني انت؟ انت جننت؟ ازاي تمسكها بالشكل ده؟ مش فاهم انا، ايه يا ساميه؟ انتوا مستواكم نزل الدرجات دي؟ مش عارفين تعلموا العيال دي ازاي تعامل الناس باحترام؟ معلش معلش يا مراد بيه، اصل حسني جار ليلى في الحاره. جارها هناك في الحاره مش هنا. هنا هي معايا انا، ولما تعوز تتكلم معاها تتكلم معايا انا، انت فاهم؟ حاجه غريبه جدا والله، مش هتعلموا ابدا. خد عشان تعرف تعامل الناس كويس. علي النعمه شرع اللي خلفوك هنا، ولا يهمني اي حد. على فكره بقى دي بنت حتتي،
واللي عايز يكلمها يكلمني انا، واذا جت هي صايعه على بقى اللي علمها الادب. ورايا يا بنت ورايا، تعالي تعالي تعالي. معلش معلش يا مراد بيه، معلش حقك عليا. حلو بجد، حلوه قوي، انا مبسوط. شفت يا جوجو؟ شفت يا مارما؟ طب ما تسمعونا حاجه بقى، سمعونا حاجه يا سمسم. عيني عيني. تعالي بقول لك. ايدك انت مركبت ايه وعيدك؟ انت تستهبلي؟ انت اللي جايبك المكان ده اصلا؟ حسني يا حسني استنى. ايه يا حسني اللي انت عملته ده؟ غلط. والنبي اسكتي والنبي، روحي هوي على الزبون. يلا روح هوي على الزبون. هاتي. ماشي يا حسني، البسي دي. امسكي. لعن ابو، دي اشكال. البسي يا بنتي البسي بقى، عايز اخش الحاره كده. ده انا لو متجوز واحده مش هلبسها اللبس ده في اوضه النوم. وانت مال اهلك؟ ده عشان تفوقي يا بنت. انت بنت حتتي اللي انا متربي فيها، ابوك حبيبي ومربيني. صحيح انا صايع وواطي، بس معايا اللي حتتي اللي ربوني وكلت معاهم عيش وملح. لا انا ما عملتش حاجه غلط. لا كلك على بعضك بلبسك كده غلط في غلط. وبعدين هنا تعال، انت مش بتشتغل يا بنت وبتقبض عشان حلوين؟ ما هو الراجل اللي انا كنت داخله معاه صاحب الشغل. يا سلام، صاحب الشغل ده بقى بتشتغلي معاه ولا بتشتغلي ايه؟ لا طبعا، انا اول مره اجي هنا. والراجل اللي انت شايفه قدامك ده اخره كلامه بس. ثم انت ايه اللي جايبك هنا؟ ها بقيت تشتغل مروحه انت الاخر ولا ايه؟ عندك حق، انا كمان بقيت مروحه زي سامي، بس ما رضاش انك تخش مكان زي ده ولا حد يشوفك فيه. ده مش عشان انا انضف منك يعني، ولا واد مؤدب وماشي في السليم. لا عشان لو اتوسختي محدش هيصدق انك نضفتي. يا بنت انت فهمي، انت لما بتقعدي مع صحاباتك كده وتجيبوا سيره النسوان وسيره البنات، اول حد بتيجي سيرته اكيد ساميه. بتقولوا عليها ايه بقى؟ عارفه بتقول عليها ايه؟ اه ده بقى اللي انا مش عايزه. مش عايز حد يتكلم عليك كده يا بنت. طب احنا مش هنروح؟ هنروح يا بنت. انا ضربتك كده بس عشان خايف عليك. لولا كده ما كنتش بجد عليك خالص. انا عارف انك طيبه ومش فاهمه حاجه، ولو عارف ان انت شمال وماشيه في السكه البطاله والله ما اعبرك ولا افتح بقي. ماشي يا عم، مقبوله مني، بس ورحمه امي القلم ده هرده لك. ماشي يا ست، وانا وش كل تحت امرك، بس ما تعملهاش تاني. نروح بقى. تاكس. تعال تعال. خليل انا مش عارفه انت واخد جنبي مني ليه. مش البت قالت لك هي اللي اخذت الحاجات كمان؟ كمان عاوزه تثبتي الحكايه على البنت؟ مفيش فايده فيكي، ده بدل ما تتوبي وتستغفري ربنا على العامله السودا اللي عملتيها. انا ما عملتش حاجه. انت انا اللي ايه؟ انا من امبارح عمال اكلم نفسي، ازاي استحملتك العمر ده كله؟ ليه وعشان ايه؟ يعني انا ما كانش فيها حاجه حلوه خالص؟ لا، انت اللي شايفه نفسك على طول بتتنازلي، شايفه نفسك ممكن تكون في حته احسن من كده. عاوز اقول لك حاجه كان نفسي اقولها لك من زمان. انت زباله، ما كانش حد ممكن يرضى بيكي غيري انا. عارفه ليه؟ عشان غبي. ايه يعني حلوه؟ ما في احلى منك مليون مره. جبت لي بنت، كان ممكن اتجوز اي واحده وتجيب لي بنت واثنين وثلاثه. انت نمروده، حطيت نفسك في حته مش ليك ابدا. انت ولا ليك عزه عندي. تيجي تنام جنبي جوه بدل البرد ده؟ لا انا هنام هنا جوه حر. انا كنت عايزه اتكلم معاك. لو هتتكلمي في موضوع امك يبقى بلاش. لا ده موضوع تاني خالص. انا
هشتغل. وماله؟ كويس. هشتغل عند البيلي شغال عنده سلامة. هتشتغل عنده في الشركة؟ لا، هشتغل في الفيلا. هتشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ هتغسل صحون ولا تمسح البلاط؟ ده بيه محترم قوي والله يابا. وبعدين انت وصلك اللي عمله مع عليا وامها، والمرتب كمان كويس قوي. ده انا هشتغل في المطبخ مع الطباخ. والله الشغلانه حلوه. طب هقول لك حاجه، لو انا اشتغلت في اي فندق، ما انا برضو هشتغل في المطبخ مع الطباخ وهغسل صحون وهكنس الارض. الفندق حاجه والشغل في البيوت حاجه تانية يا هالة يا بنتي. وانا للدرجه دي ما عرفتش اعمل لك حاجه عشان تهيني نفسك؟ لا والله العظيم ما فيها اي اهانه. وبعدين الشغلانه حلوه قوي. طب اقول لك، تعالى معايا ولو ما عجبكش الوضع همشي، وانا لو اشتغلت ولقيت اي حاجه غلط همشي على طول. قلت ايه؟ يا بنت المجانين، كنت بتعمل ايه يا اخويا مع البنت المسلوعه؟ بنت المسلوعه اتنين بس في دراتين دي؟ اللي قاعد يا اخويا تتمشى معاها من اول الحاره لغايه هنا. الله 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 الله. قولي بقى كده عشان افهم، بتغيري عليا انا بويه؟ هو انت لسه يعني واخد بالك؟ تخيلي بقى، حاسس ان الدنيا حر قوي. هي صراحه حر قوي، حر موت، سخن نار. ايه ده؟ يعني انا لو قلعت الجاكيت مش هتظني فيها البطاله نبويه؟ هو في احلى من البطل؟ طب تعالي ادوقك حلاوه البطاله. يلا. يا نهار اسود. يا لهوي، بقول لك ايه، ده جابر، ده جابر. جابر الله يخرب، يخرب بيتك. خش جوه. طب اروح فين؟ خش جوه تعمل تحت السرير ولا خش جوه الدولاب؟ الله يخرب بيتك، خش. اقفلي. ايه راح فين؟ يا ابن مالك في ايه؟ انت عندك حد ولا ايه؟ لا ما عنديش حد. نزلت. نزلت؟ اذا كان لسه طالع من على السلم وبيلمع وزي الفل. قال نزلت ايه؟ عندك مين ياض؟ انت بتطلع على مين يا عم انت؟ مش فاهم انت دماغك فيها ايه؟ حلاوتك يا نبويه. الحمام مش هنا يا اما، بره. قومي قومي يا اختي قومي. ايوه يا عم قول. ايه بقى؟ معاك سجاره؟ معايا. تلزمك؟ تلزمني ايه؟ ياكش تولع بجاز، انا عايز اخلص منها مش عارف. طب اخلع انت وانا اخلصك. البت دي بتاعت مشاكل، اسمع مني. ماشي يا صاحبي. بقول لك ايه يا نبوي، انا بقى هنزل اجيب شويه سكر وشاي، مش عايز حاجه من تحت. تتحرك؟ ما تاخرش يا اخويا. انت قلت لي عايز شاينه اهو. ايه خلاص، انا هتصرف، انا هقعد اشرب انا وادوق لحد ما الاقي حاجه كويسه. يا لهوي انت رايح فين؟ لا 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 لا، صوتك يعلى، الناس تتلم، الحاره تصحى. حلاوه البول. عيب سمعتك. يا نبويه، مطلعه عين البت تميمه،
ومبهدله الواد جابر جوزك معاكي اخ لو عارف. اصل الراجل لا مؤاخذه مهما كانت خيخه اول ما بيعرف ان مراته والعياذ بالله زيك كده بيتحول بيقلب وحش. انت عايز ايه يا سلام؟ ولا عايز اي حاجه منك طبعا. انا بس نفسي افهم حاجه واحده، انت ايه اللي دخلك في السكه الشمال دي يا بت؟ انا زعلان من نفسي قوي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايدي عماله تشتكي وتلومني وتقول لي ازاي خالتها تعمل كده؟ بقى الوش الجميل ده يتضرب بالقلم، فعقلي قال لي بقى لازم اخد حقك. لا يا سيدي انا مسامحاك. لا ازاي بقى؟ لازم اخد لك حقك، على الطلاق هتاخد حقك. انت بتقولي ايه؟ انت عايزه ايدي تفضل تلومني طول الليل وما اعرفش انام؟ بقول لك ايه؟ روح نام وشط الغطا كويس عشان ما تاخدش برد. ها؟ لا بقول لك ايه؟ انا مش هيجي لي نوم الا لما اسدد اللي عليا. وانا كده بقى اعرف انام. تصبح على خير. انت من اهل صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير. تعالي. انا مش عارفه انا هعمل معاكي ايه هنا بالظبط. يا حبيبتي انت لازم تعرفي انا بقيت ايه عشان تشوفي بعينك. طب اديني شفت اهو، ممكن امشي بقى؟ لا يا حبيبتي انت لازم تشوفي المكتب اللي انا قاعده فيه. يلا. صباح الخير يا استاذه سلمى. صباح الخير يا عم عبده. يلا تشربي ايه؟ ولا انا عارفه انت بتحبي ايه. اتنين نسكافيه بلبن بسرعه لو سمحت. شفتي بقى ان انا كنت صح وان انت اللي غلط؟ ايه مالك؟ انا همشي يا سلمى. ليه؟ استني بس، ده انا كنت عايزاكي تقابلي ايهاب بيه عشان كنت عايزه اقول له شغلك معايا هنا. سلمى بتعالي عشان نخلص اجراءات التوكيل. اختي جليله. حلو قوي، زيك يا سلمى. شربتي بقى حاجه ولا سلمى عملت معاكي زي ما بتعمل معانا؟ لا متشكره قوي انا شربت. شرفت الشركه. مستنيكي بقى في المكتب. شفتي بقى الرجاله اللي بجد؟ اشي فلوس واشي عربيات بذمتك، ده ولا فتحي بتاعك؟ تفتكري انا لو قلت الفتح اشتغل معاكي هنا هيرضى؟ ويرضى ده ايه؟ ده يحط جزمه في بقه وما يتكلمش خالص. يا بنت فكك منه بقى، انا مش عارفه انت ماسكه فيه كده ليه؟ والله العظيم بكره تتجوزي سيد سيده. وانا متطلقه؟ يا بنت الناس اللي عندهم فلوس وفوق ما يفكروش في الكلام ده خالص، كل اللي همهم انهم ينبسطوا، وطالما انت داخله دماغه يبقى ما يفكرش في الحاجات دي. اتفضل يا استاذ سلمى. ميرسي يا عم عبده، ربنا يخليك. تقولي لحضرتك بحاجه تاني؟ لا لما عاوزك هندهلك. حاضر يا فندم. انا شايفه ان ده مبلغ كويس قوي يا سمير. وانا شايف حاجه تانية، انا مش عايزه اتعامل مع الناس دي. انا عايزه اقول لك ان ده احسن مكتب في مصر، وانا عايزه المكتب ده هو اللي يعمل ديكور الفيلا بتاعتنا. ماشي هفكر. ايه ده؟ انت مين وعايزه ايه؟ أنا جاي قبل أستاذ سمير. إيه ده؟ عليا؟ هو أنت جيتي عليا؟ محدش قال لي يعني. شفتي بقى؟ الشغالين اللي هنا كلهم عايزين يفخروا. مين دي يا سمير؟ دي عليا. هتبقى هي مديرة الشغالين اللي هنا وسكرتيرة الخاصة إن شاء الله. طيب يا حبيبي، أنت عايز مني حاجة قبل ما أمشي؟ لا سلامتك. أنت جاي الشركة النهاردة؟ إن شاء الله ساعة وأكون عندك. طيب يا حبيبي، يلا باي. مع السلامة. اهلا يا عليا، نورتي. ان شاء الله يا رب تنبسطي عندنا هنا. على العموم انا كلمت عبد العزيز بيه ووافق على مرتبك. وبرضه انت عندك خميس وجمعه هيبقى اجازه، كويس كده؟ حلو؟ حلو الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي. هوريكي. انا اسف. انا اسف جدا. شفتي انا جايبك عشان الحاجات دي. الشغالين هنا بيغيروا اماكن حاجة وانا محدش بيقول لي حاجة. يا محمد، محمد. نعم يا سميبي. لو سمحت خد عليا وريها اوضتها وقولها على كل حاجه. ماشي حاضر يا سميبي.
اتفضلي يا استاذ. اتفضلي يا حبيبي. عن اذن حضرتك. نورتي. بتعملي ايه هنا؟ انا اشتغلت هنا. والنبي اه اصل انا كمان شغاله هنا مع محمد في المطبخ. وانت هتشتغلي ايه؟ والله يا هلا انا مش عارفه لغايه دلوقتي هشتغل ايه. انت يا عليا هتبقى مسؤوله عن سميه بيه، يعني هو عنده مكتبه بيحب يقرا، انت هتقري له، تظبطي له مواعيده، لبسه، سفره. سفره؟ ايوه، سميه بيه بيحب يسافر كتير، واعتقد انك هتسافري معاه. اه بس انا ما اقدرش اسيب ماما لوحدها. يعني انا بقول لك يعني احتياطي، هو نادر لما بياخد حد معاه، بس عشان تعملي حسابك يعني. اه بس ما فيش بس يا عليا، سميه بيه راجل طيب جدا، ما يتخيرش عن عبد العزيز بيه والده، بس هو عصبي حبتين بعد الحادثه، ما عندوش ثقه في الناس يعني. يلا يا هاله، عايزك بقى تظبطي المطبخ كده، عايزه يبرق وعيني همتك. عيني. حاضر يا حسين. ايوه خد الأنسة عالية وهي الأوضة بتاعتها. هي عالية هيبقى لها أوضة هنا؟ أيوه هيبقى لها أوضة هنا، وهتبقى المديرة بتاعتك كمان. وعايزك بقى يا ست هالة تنسي إن عالية دي كانت صاحبتك ولا تعرفيها من أصله، طول ما هي شغالة هنا. ويلا بقى عايزين نخلص اللي ورانا، وبعد كده تاخدي الغدا تروحي توديه لها في أوضتها. معكيش بطاقة وقلنا ماشي يا تميمة، ناس كتير ما بتطلعش بطاقة غير لما بيحتاجوا لها، لكن معكيش شهادة ميلاد ازاي؟ أنا أصلي عمري ما فكرت في الحاجات دي، من ساعة ما أبويا جوزني لجابر بيجي مرة في السنة ولا مرتين، ياخد كل اللي معايا وادي وش الضيف، ومن ساعتها بقول بقى ده همي وأنا شايلاه وساكتة. ما هو أنتِ علشان تعملي لي توكيل قضايا لازم يبقى معاكي بطاقة. هنتصرف فيها ازاي دي؟ طب بقول لك إيه، معكيش قسيمة الجواز أو صورة منها؟ اهي طول عمري شايلاها معايا، قلبي كان بيقول لي اني هحتاج لها. نصحة نصحة يا بنتي يا تميم. بس دي مش قسيمة جواز يا جماعة. لا والنعمة، هي دي الورقة اللي ابويا جوزني بيها. هو في ايه يا امير؟ يا ستي دي مش قسيمة جواز. هو هنا بالظبط ابوها ماضي على العقد وفي 2 شهود، بس دي مش قسيمة جواز. أقول لك أنا، أصل تميمة اتجوزت جابر وهي قاصر، وفي الأرياف طالما البنت قاصر المأذون ما يكتبش الكتاب، فيكتبوا ورقة كده عشان يتمموا الجوازة، وبعدين لما تبلغ السن القانونية يقوم إيه يبلغوا رسمي، عشان كده تلاقي العيال عندهم 10 و11 سنة وهم لسه في أولى ابتدائي. طب ما كده المسألة اتعقدت قوي، هو أبويا فين؟ في الدكان. امسكي يا تميمة، خلي ده معاكي. بعد إذنكم. بقول لك يا عم جابر، ازيك؟ هو يعني ساي يلزمها تور عشان يدورها، ولا ممكن تدور بموتور؟ ساي ايه موتور؟ انت مالك يا تريه؟ اصلا مؤاخذه يعني، امبارح كنت بتفرج على فيلم شباب امراه، وكان في حته تور يا عم جابر. تور ايه ده، انت مبرشم ولا ايه؟ والله يخلق مش شبه 40. صباحيا مباركه. تقصد ايه؟ لا يعني انا ما اقصدش حاجه، اصلك بسم الله ما شاء الله ولا العريس يوم صباحيته. طب ايه بقى ياد بشير ذو امك ده؟ ده طلعت له مدريد. الله العظيم يا جواد خالص والدنيا هزوز. انا يا حبيبي ونجوم الليل وبس. انا بكره الباشا. اهوت يالا. انت تؤمر قاوت حسني الجن من البن المخصوص على لسه زعلانه مني؟ لا بالعكس، ده انت عليت في نظر. انا قلت كده برضه،
سكره. ايه في ايه مالك؟ عمال تقرب زي ما كنت في اتوبيس. ما تزيح شويه كده عني. الله، على فكره بقى انا جدع قوي قوي قوي، وكمان بقى راجل قوي قوي. عارفه زمالك؟ زمالك بقى خراب خراب بقى. انت راجل، انت تسيبني للي ما يتسمى سلامه يبهدلني كده ويقل قيمتي؟ يقل قيمتك ايه؟ ما انت مره اصلا قللت القيمه. امشي كده بدل ما تعتني بقله قيمتك دي. حلاوه كبير يا عم انت، بدل ما تعتني انت كمان ابعد. حرى وباء. الله العظيم. يا عم ميلو الجن، ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه يا عم نسينا كده؟ ركبنا اولاد حته واحده ومدرسه واحده وصحاب. ايه؟ عشان ربنا فتح عليك يعني هتسيبنا كده ولا ايه؟ يا ابني الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده. يلا انت حبيبي يلا. كلام حبيبك بقى. هتسهر معايا النهارده؟ حاضر هسهر معاكم النهارده، بس لازم سلامه يبقى موجود برضه عشان وحشني قوي. ان شاء الله هكون موجود. عن اذنك انا بقى. ايه وراك ايه؟ ما قوليش اي حاجه. يا مجنون. خدني بقى يا رب وريحني بقى بالعيشة اللي انا عايشاها دي. يا رب تاخدني بقى. طيب ايه يا بت يا تمام؟ عمالة بتدعي على نفسك كده ليه؟ لحسن تكون ابواب السماء مفتوحة ويبعت لك عزرائيل يوصف عمرك. يكشي يبعت لي عزرائيل يوصف عمري وخلصني بقى من اللي انا فيه ده. يا بت بطلي الكلام الفارغ اللي انت عمالة بتقوليه ده. مالك يا بت؟ هاري نفسك من العياط ليه؟ عشان ابويا اللي ما سالش فيا. شيخ زياد بعتلي، هو عمل نفسه ولا على بالي، كاني ما لزموش خالص. عارفه يا ست الحاجه، انا كنت بقول يعني ان ابويا بيعمل كده علشان فقير وما معهوش ومصدق خلص من همي، لكن انا مش عايزه منه حاجه. انا كل اللي عايزاه ان هو يجي يقف لجابر عشان يعرف ان انا ليا عيله واهل ممكن تقف لي. أقول لك إيه بس؟ أنا والله العظيم كنت بنام ليالي من غير عشا وهم واخدين تعبي وشقاي ومفتحش بقي، بنام على البلاط لما الرطوبة قطعت جدتي وبرضه راضية. بقول الحمد لله يا رب أهو سقف مطويني وأربع حيطان، لكن اللي أبويا بيعمله ده كتير عليا أوي، ما عدتش قادرة أستحمل. يعني أنت عارفة إيه هو اللي فيه؟ مش يمكن عيان؟ أكيد أنت مش هتهوني عليه. هو لو سليم وما فيهوش حاجه وما فيش حاجه عايشاه كان جه. عيان؟ صح، ممكن يكون عيان. والحجه وحشه والفقر اوحش. ده ابويا مش لاقي اللقمه ياكلها، يعني اكيد ممكن ما يتعالجش. عارفه يا بنت تميمه، انت ربنا هيقف جنبك علشان انت بنت اصل، لان اللي زيك كده وفي ظروفك دي وتقلق على ابوها ربنا ما يسيبهاش ابدا. يعني مفيش أي خبر عن الراجل ده حاج؟ حد قال إنه هيجي ولا مش هيجي؟ عايزين نفهم. والله يا ابني أنا ما عارف هقول لها إيه. خلاص أنا أروح له، لازم يجي يشوف بنته اللي بيحصل لها حرام ده. على رأيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل اتفضل. لا 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 والله أبدا. تعال تعال خليل تعال. ازيك يا حاج؟ تعال. أخبارك يا خليل؟ الحمد لله. الله يكون ربنا هدى الحال كده. الحمد لله نحمده. أنا بس كنت عاوزك تيجي معايا عشان المحل اللي قلت لي عليه ونخلص في الحكاية دي. عيني. ده تؤمر يا خليل. طب بعد اذنك بقى يا حاج انا هتكل على الله. رايح فين؟ عندي مشوار كده في جماعه اصحابي عايز اشوفهم، وبعدين هرجع على طول. هتكل على الله بس ما تاخرش. حاضر. الو مدام منى، ازاي حضرتك؟ انا الحمد لله كويسه. مراد بيه؟ لا مراد بيه زي الفل. هو في زيه؟ الله والله يا مدام، ده انا حتى رحت له البيت عشان اديله شويه ورق، لقيته قاعد بيقرا كتب كتير قوي. هو حضرتك بيذاكر ولا ايه؟ طيب تحت امر حضرتك. لا متشكره، ربنا يخليكي ربنا يخليكي، مع الف سلامه.
بونجور. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. مدام منى كانت لسه بتسال عليك، هطمنها على طول. لا لا لا، اصلها لسه مكلماني وانا قلت لها جايه في الطريق. هي بس بتطمن عليا بعمل ايه. لا عيب، ده حتى لو عايزه تعرف انا لا يمكن. حضرتك عارف يعني. برافو برافو عليك. ليه كده بس حضرتك؟ ده احنا ما لحقناش نعمل بجنيه. يا ستي احنا ما اشتغلنا، خدنا ايه يعني؟ خلينا نريح شويه. انت عارفه ان فيكي حاجه غريبه قوي؟ ايه؟ مجنونه ولا ايه؟ لا، هو انا عشان بقولك فيكي حاجه غريبه تبقي مجنونه؟ لا 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 لا، عيب حضرتك، عيب يا مهدي. عيب حضرتك، انت فين وانا فين؟ لا انا فين انت فين؟ ايه بس على فكره بقى، في بالي من زمان قوي. والله ما اعرف ان انا كنت في بال حضرتك لانه مش في بالي اصلا. لا لازم ابقى في بالك، لازم. لا 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 يا مراد بيه، لا مراد بيه، لا من فضل حضرتك، لا يا مراد بيه من فضلك. لازم تعرفي كويس قوي ان لما اوز حاجه لازم اخدها، ولما اقول لك تعالي تبقي تيجي، فاهمه؟